أما الآن مشاهدينا الكرام نفتح باب الحوار مع محللة أسواق في مجموعة إيكوتي من دبي السيدة نادية البلاسي. مرحبا بك سيدتي إلى هذه الساعة الاقتصادية وشكرا على تلبية دعوة الحوار، وأبدأ معك من ترقب الأسواق لتقرير تضخم الرئيس المقرر صدوره غدا الأربعاء، ما هي توقعاتك بخصوص هذا الجانب؟ نعم إليك سيدتي. شكرا استضافة، أهلا سيد علاء. طبعا أسواق تترقب بيانات أسعار المستهلكين التي من المتوقع على نطاق واسع أن تأتي بمقدار 3% وتكون ثابتة من الشهر الماضي، ولكن ممكن أن نرى ارتفاع طفيف في الكور سي بي آي التي ممكن أن يأتي عند نطاق 0.2% مقارنة مع 0.1% الشهر الماضي. طبعا هذه البيانات ستعطينا إشارات على حالة الاقتصاد والمزيد من الوضوح على الإشارات التي ننتظرها من الفدرالي حول ما يخص بأسعار الفائدة، لأن الآن يعني في انقسام ما بين الأسواق في يعني توقعات السوق برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس، فهذا هو السؤال الذي نطرحه. طيب برأيك هل سنشهد قريبا خفضا للفوائد؟ وإذا كان الجواب نعم فلماذا هذا الخفض برأيك؟ يعني وفقا على البيانات التي شهدناها من أسبوعين الـ NFP Non-Farm Payrolls الوظائف الغير زراعية التي جاءت جدا أوطى من التوقعات لتعكس يعني عدم النمو الاقتصادي اللي كان متوقع، فهذه البيانات أعطت حالة من عدم الوضوح بما يخص السياسة النقدية أو الركود الاقتصادي، ولكن بعد ذلك رأينا مؤشر البطالة التي جاء أعلى من التوقعات الذي أعطى المزيد من التفاؤل في الأسواق، لذلك الارتداد في الأسواق الآن بعد الاثنين الماضي بعد الهبوط الحاد أو الجماعي الذي شهدناه في الأسواق، في أسواق الأسهم، في أسواق السلع والكريبتو أيضا. ولكن مثل ما قلت في انقسام ما بين يعني في حسب الـ CME tool للفيد واتش في انقسام بين الـ 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في خفض أسعار الفائدة، وأيضا إذا جاء التضخم أعلى من التوقعات غدا ممكن أن يوفر يعني المزيد من التشتت حول هذا الشيء، لأن احنا مستنيين تضخم يعني يكون إلى المستهدف 2%، فإذا جاء يعني أعلى من التوقعات سيثير الجدل في الأسواق وممكن أن نشوف يعني تراجعات كبيرة مجددا. نعم، طيب كيف يؤثر الركود على القروض وإمكانية الاستثمار، وأيهما أشد خطرا اقتصاديا، التضخم أم الركود؟ طبعا الاثنين يشكلون مشاكل الاقتصاد، ولكن الركود الاقتصادي يعني يشكل مشاكل للاستثمار، يقلل من الافراد او يعني المستثمرين الافراد القدره على الاستثمار، حتى الشركات سيكون الصعب في الاستثمار في مشاريع جديده او توسع ما بين المشاريع التجاريه، وايضا يعني سيكون في الاقتراض العالي المرتفع مما ايضا سيقلل من الاستثمار او الانفاق، وطبعا سيؤثر بشكل سلبي على اسواق الاسهم اذا كان في حال يعني ان الشركات لم يعني الارباح لم تكون جيده او تغيير في النمط، فستكون هذه يعني كلها من المشاكل التي يواجهها السوق، وطبعا عدم الثقه او يعني تراجع الثقه بالاقتصاد ايضا سيثير المزيد من المشاكل. طيب انتقل إلى المعادن الثمينة معك سيدتي، كيف تقرأين مستقبل الذهب وهل سنشهد ارتفاعا متزايدا له؟ يعني زي ما شاهدنا أن أسعار الذهب وصلت إلى مستوى قياسي جديد، ويعني ارتفعت إلى مستويات 2477 مجددا غير عن الأسبوع الماضي، وأيضا هذا الأسبوع ترتد نوعا ما وفقا على توقعات بتخفيض أسعار الفائدة وأيضا ارتفاع أو تصاعد التوترات الجيوسياسية، مما يثير قلق المستثمرون للتوجه إلى الملاذات الآمنة أو الأصول
الآمنة، يعني طبعا يعني مقارنة بالأصول ذات المخاطرة. إذا يعني بيانات يوم غد جاءت أعلى من التوقعات أو في مقدار التوقعات، ممكن أن نرى المزيد من الارتفاعات على الذهب، لأن تخفيض أسعار الفائدة والذي يتماشى مع هذا يعني هذه البيانات، ممكن أن نرى الارتفاعات على أسعار الذهب، حتى ممكن أن نرى يعني ارتفاع قياسي إلى مستويات 2500 في حال جاءت مستويات التضخم أوطى من التوقعات. طيب ماذا عن العملات؟ من هي العملة الأقوى برأيك حتى الآن، الدولار أم اليورو؟ طبعاً الدولار هو الاحتياطي، عملة الاحتياطي الأساسية، فهو يعني يتملك هذه الصفة بأكبر أو أكثر عملة تداولاً في العالم، وكل التجارة التي تسير يعني في الأسواق العالمية برضو في يعني تنتمي إلى الدولار الأمريكي. ووفقا على قوة الاقتصاد الأمريكي ويعني أبرز ويكون أبرز اقتصاد في العالم، فيعتمد المستثمرين طبعا على الدولار الأمريكي، وهو أيضا ملاذ آمن، وفي حال زادت التوترات في الأسواق ممكن أن نشهد المزيد من التعاملات على الدولار الأمريكي. طيب اسمحي لي أن أنتقل إلى أسواق الطاقة. وكالة الطاقة خفضت توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2025، برأيك لماذا هذا التوقع؟ أعتقد أن ذلك بسبب التراجع في يعني القيادة التي شهدناها في الصيف. كان متوقعين أن يكون في قيادة أكثر، لذلك نسميه موسم القيادة في الصيف، ولكن لم يشهد نمو مثل ما كنا متوقعين. وأيضا انخفاض الطلب في الصين يكون أبرز العوامل التي يعني تتفاعل مع هذه المسببات في التراجعات في الأسواق. لذلك النمو في الصين هو أهم، النمو في الصين هو من أهم العوامل التي نراها، فلذلك يعني رأينا تخفيض في هذه التوقعات بنسبة مليونين برميل وألف. طيب ما هي توقعاتك لأسعار الخام العالمي؟ هل سنشهد ارتفاعا يصل لمئة دولار للبرميل كما كان يتوقع في ربما النصف الأول من العام الجاري؟ يعني أعتقد إذا في تصاعد في التوترات الجيوسياسية، ممكن أن نرى أن أسعار النفط بالفعل ترتفع إلى هذه المستويات، ولكن مع يعني الاقتصاد الأمريكي لا يريد ذلك نهائي، يريد أن يكون أسعار النفط أرخص. ولكن مستوى 83 لبرنت هو المستوى مقاومة كبير، وأيضا لـ WTI 83 ولبرنت 85 يظلون مستويات دعم قوية، مستويات مقاومة قوية. وإذا كسرنا هذه المستويات ممكن أن نرى المزيد من الارتفاعات، ولكن الولايات المتحدة تمثل عائق كبير لارتفاعات النفط. نعم سيدة نادية البلاسي محللة أسواق في مجموعة إيكوتي، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك.